الدنيا ليلة الساعة 1 الظهر، الدنيا بقت ليل لدرجة إن الجهاز ولع النور. البيت عندنا لو طفينا النور هيبقى ضلمة قحط. الساعة 1 الظهر دلوقتي، بص للبيت مولعين النور في الجاردن، وبص الدنيا بتمطر، بص السما عاملة ازاي، كلها مية، وبص الدنيا ضلمة قحط. المطر هو اللي خلى السما نورت شوية. من شوية الدنيا كانت كأننا الساعة 12 بالليل. سبحان الله سبحان الله. شايفين السما عاملة ازاي؟ السما كلها مليان. الدنيا نورت دلوقتي شوية. من شوية قسما بالله كانت عاملة زي كأننا الساعة 10 بالليل أو 12 بالليل، كانت ضلمة قحط. لدرجة إن بصوا الجهاز ولع الأنوار كلها بتاعة الجاردن وبتاعة البارك، وأنا اضطريت أضوي الضوء جوه في البيت عشان أقدر أشوف. دي نورت تاني لما المطر نزل، الدنيا نورت تاني. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، اللهم اجعلنا نتقبل منك. بصوا المطر شديد ازاي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. يا جماعة بينزل برد، البرد اهو اهو اهو، شايفين بينزل برد اهو، الدنيا بتنزل برد. بصوا نورت تاني ازاي، نورت قوي تاني لما البرد نزل. ده مش تلج، ده برد، ده بيبقى زي التلج بس لونه شفاف، التلج ابيض. لا اله الا الله، اللهم اجعله صبا نافعا، اللهم اجعله صبا نافعا. سامعين صوت البرد؟ بصوا برد برد، اوكي. شايفين البرد؟ بصوا الدنيا عاملة ازاي؟ الطيور بيحرقوا بكتير، مش عارفة تروح فين، بكتير من الشجر، من شدة المية مش عارفة تستخبى فين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللهم اجعل مصطفى ينفع. اللهم اجعل مصطفى ينفع.
الدنيا بقت عاملة ازاي. ايه ده؟ يا جماعة أنا عشت في بلاد فيها تلج، يعني الشتا طول الشتا كان بيبقى تلج، تلج أبيض، الدنيا كلها بيضة، لكن عمري في حياتي ما شفت منظر مطر بالمنظر ده بالكمية دي. بصوا المية بقت عاملة ازاي في الثانية، أنا عمري في حياتي بجد ما شفت مطر بالكمية دي.